من سوهاج لقنا، ووصلت نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لأكثر من 90% في مركز أبو أو مركز قوس تحديدا، وذلك في مشروعي إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية المفرج، وأيضا مشروع إنشاء الوحدة الاجتماعية بقرية العيايشة. وزي ما شايفين مع حضراتكم أيضا في هذه الصور معدلات الإنجاز في المشروعين لخدمة كل أهالينا بمحافظة إنا.